أكد مارك زوكربيرغ المؤسس والمدير التنفيذي لشركة فيسبوك إنه يعمل حاليا على التكنولوجيا التي من شأنها أن تسمح للناس بإرسال أفكارهم مباشرة عبر الإنترنت والتواصل مباشرة مع الكمبيوتر. المزيد حول هذه التقنية جديدة في سياق هذا التقرير. مع تقدم وتطور أجهزة الكمبيوتر وازدياد فهمنا لدماغ الإنسان، نقترب أكثر من تحويل الخيال العلمي إلى حقيقة، إذ كشفت شركة فيسبوك أنها بصدد تطوير مشروع جديد يتيح للإنسان التحكم في أجهزة الكمبيوتر مباشرة بواسطة الدماغ، وذلك من خلال تطوير برنامج تحكم باسم الكلمات الصامتة يقرأ أفكار المستخدم ويسمح بكتابة رسالة بسرعة تصل إلى 100 كلمة في الدقيقة من خلال الاتصال بين الدماغ والجهاز مباشرة. فكل شخص لديه الكثير من الأفكار وله حرية اختيار بعض هذه الأفكار التي يود مشاركتها والكشف عنها عن طريق ترجمة وكتابة هذه الأفكار. وعلى حد تعبير مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك على صفحته أن أدمغتنا تنتج كمية بيانات هائلة تكفي لعرض 4 أفلام عالية الدقة كل ثانية، غير أن هذا المشروع الطموح ما زال في مراحله الأولى، وسيتطلب توفير تقنيات جديدة يمكنها اكتشاف الموجات الصادرة عن الدماغ دون الحاجة إلى تدخل جراحي. حيث تعمل فيسبوك حاليا على تطوير نظام يتيح للمستخدم كتابة أفكاره مباشرة من دماغه بسرعة 5 أضعاف مقارنة بما يستطيع كتابته على هاتفه، بالإضافة إلى تحويل هذه التكنولوجيا إلى تقنيات يمكن ارتداؤها وتصنيعها على نطاق واسع. هذه التقنية الثورية التي تسعى إليها فيسبوك تتطلب وسائل أكثر تقدما من تلك الموجودة حاليا، حيث هنالك تقنيات خارجية للتحكم في الدماغ بالأسواق لكنها بسيطة جدا مقارنة بما تريده شركة فيسبوك.